الحج المبرور هو القائم على توحيد لا شرك فيه. إذ بداية الإهلال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والفضل والفضل لا شريك لك. فهو رجع إلى الله وأرجع الأمر إلى الله استجابة تلو استجابة. فالحج المبرور توحيد لا شرك فيه، الحج المبرور اتباع للسنة، خذوا عني مناسككم، اتباع لا بدعة فيها. إن الحج المبرور هو الذي قائم على الطاعات، بعيد عن المعاصي والمنكرات، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور يبدأ عندما تأتي وتدخل استجابة لأمر الله وتنفيذا لطاعة ولي الأمر المسلمين، أن يكون بتصريح، فلا تحتال ولا تكذب ولا تغش. هل تريد أن تتقرب إلى الله بداية من دخولك وأنت معلن المخالفة؟ يعذر الجاهل، يعذر الناس، يعذر المكره، أما أنت عالما عامدا مختارا للوقوع في ذنب والمعصية قد أسقطت البر من حجك. فالحج المبرور هو الممتثل لأمر الله، للمعلن بدايته بالمعصية وترك ذلك، عليك أن تتجرد من المخيط. ولكن يتحايل بعض الناس في هذا، هدانا الله وإياهم، انتبه حتى يكون حجك حجا مبرور، ينبغي أن لا يكون فيه شيء من هذه الآثام.